ايه حلو. ايوه طيب ايش رايكم اليوم نتكلم عن موضوع الحلقه عن الفراغ؟ ايش تسوون بالفراغ انتم؟ اسوي مشاريع بالشفاط. ايه اقرا قران. ما شاء الله حلو. اصبر. شو تسوين كمان؟ واروح اساعد اخوي بواجباته واحل واجباتي واصير مبادرات. اكثر شيء انا اتوقع انت يا خوله، خوله اكثر شيء انت تلعبين وقت فراغك. قالب ام البيت العاب. طيب اليوم احنا بنتكلم عن وقت الفراغ، واكيد اللي يتابعونا اليوم واللي يشوفون برنامج صغار ستار نقول وشاركوا معانا عن موضوع حلقتنا عن وقت الفراغ في برنامج صغار ستار على تويتر، واللي حاب يشارك معانا ناخذ كل المشاركات ان شاء الله ونشوف البنات. يلا يا بنات اليوم عن وقت الفراغ. اشوفك بس شوفوا كل واحد تعطيني ايش تسوي في وقت فراغ. اشوفك يعني ما نبغى احد واحد يقول انا والله وقت فراغي اسوي مبادرات، لا نبغى صدق يعني ايش تسوي وقت الفراغ. انا الصدق يلا يا جماعه اناظر اليوتيوب على التحديات بس. هذه مشكلة اليوم تنظر تحديات بس؟ يعني كل يوم احيانا اخذ لابتوبي واصور اقول السلام عليكم والله ركزت معك من قناة في حياتي ما ادري قناة كلمة كذا جبناها من عقل قلدينهم يعني. وبعدين اقول هذه اللعبة، ففي اللابتوب يقول ما في مساحة لو سمحتي، يعني يكتب لي ما في مساحة مدري ايش، واحيانا اخلص شاحن احيانا اقلبها مسلسل. على حسب الجو. تنظري مسلسلات كثير يعني؟ قبل انا وانت وانا تحدي. الله عليك بقول لك سر مره حلو، ابيك تتابع الشيء هذا. يلا بس ها. طيب اوكي تسوي دعايات، تسوي دعايات عن المسلسلات. لا. طيب ايش تسوي انت يا جوانا وقت فراغك؟ تابع مسلسلات تركية. يلا لا يا رب ما نسوي احنا دعايه عن المسلسلات. يعني طفاش وكذا. ترى مو هذا اروح اذاكر يعني ما عندي شيء اروح اذاكر، حتى لو كان اجازه اروح اذاكر، اهم شيء دراستي عشان اصير مسخنه وكل شيء. ما شاء الله وقت فراغك تذاكرين اكيد ولا تلعبين مع اخوك عبد الله؟ لا والله. اكيد. الا تلعب مع جماعه عبد الله بعد ما تعرف تروح تناديني عشان يجيبك اللي عندك قامت معطفيه وتكت ساعته تلعب عروسه تحط شباصه لاخوها عبد الله. ايه ولا تدرس ولا شيء. شلون هي تقول وقت فراغي انا ادرس واهتم بدراستي؟ كذابه والله انها قاعده تلعب مع اخوها عبد الله تمشي تتحرك. انا بمجموعه يعني اذا خلصت اسمعوا طيب خلينا نسمع. اذا خلصت دراستي اروح بلفي وكذا العب معه، بس هو يعصب يروح يسحقني. كان في المجموعه مطر هو راح قاعد يلعب، وانا قلت له ايش قاعد تسوي؟ وقال انه يلعب، ثم قلت له طيح ثم طاح وضحكت. بس هذا اللي تسوينه. خوله جتكم في المجمع اول؟ ايش دراها انك تعطي شعر اخوك عبد الله؟ لا كيف؟ ايش عرفك انت يا خوله انك معك؟ تعرف تعرف عشان شعر اخوك كذا زي الندوم. اعلمك ليه؟ زي الندوم شعر اخوك ها؟ هم اذا جم الرياض وين يروحون فيه؟ وين يروحون؟ ابوه. اوكي يلا طيب وانت يا رفيف شو تسوي اليوم معنا تويتي منوره في البرنامج تويتي هاي تويتي اليوم شو تسوي انت في وقت الفراغ؟ ترى تعبانه بعد انا تعبانه. شو السالفه اليوم كلكم تعبانين؟ تعبان عشان انا وياها لا شوف طبعا على فكره هذه صوتها رايحه تعبانه اليوم عندنا تويتي والجاي ليش هذه ما جت؟ ليش؟ شوف لها تعبانه خليها امسك لها تعورها. شو تسوين ايش؟ شيء مفيد. ما شاء الله وش الشيء المفيد اللي تسوينه؟ ها؟ ناظر التلفزيون على قناه كرتون نتورك. طبعا رفيف اخت رند صح؟ نعم. خوات اجل انت اختها؟ ها؟ تبرت منك يا رند اختك. حرام اليوم اعطيتك هديه. اختك رند؟ خلصت فلوس وانا قاعد اختار هدايا. من اختك موجوده عندنا؟ ميرال اختك. يعني اختك الصدقية رند سحبت عليك. شفتي يا رند شكلك انت مسويت لها قروشه في البيت. ها؟ خليتها ترتاح في غرفة ماما نايمة خشخشة كل يوم الا اليوم صحية بدري. وبالاخير تقول لا حضرنت. جيبت لها يعني عدة هدايا عشان تختار واحدة منهم يعني خلصت فلوسي. ايوه. عادي في هدايا انا اخذتها يعني انا اخذت الهدايا اللي طيب خليني بسالها يا رند بسالها ايش تسوي بالبيت رند؟ اكشفي لنا السر من اسرار رند. علمي ايش تسوي بالبيت؟ يعني هي تسوي عندنا هنا مثاليه وانها مره كيوت كذا في البيت كشتها طايره كانت في رهف ها؟
كانت رهف موجودة وكانت رند السباحة قامت رهف وضربتها. ضربتها رهف؟ ايه. ضربت رند؟ ايه. رند سوت؟ بقت بكتي قوية. متى؟ حمر وجهها. متى بسرعة؟ الزمن. رهف ضربتني رهف؟ الزمن. ضربتك رهف يعني خلاص؟ ما عمرها ضربت. العمر. ايش تسوي كمان؟ ايش اعطينا سر من الاسرار الثانية؟ ايش تسوي رند؟ لا 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 ما علم عليش بس خلاص بتعلمنا بس يعني ما علم عنديش ايه تعالي تعالي رفيف تعالي بقولك شيء تعالي بقولك شيء رفيف ها رفيف تعالي بقولك شيء رفيف خلاص يا رند خليها تسولف لا وش ما يصير انك تقول اشياء عني ما تبي تقول ترى والله اقول عنها يلا قولي عنها شو تسوي علمهم يلا علمهم يلا ايش تسوي بالبيت انا عندي تسوي نفسها مسكينه شلون عادي تسوي نفسها مسكينه ايوه عادي يجيبوا لك كل شيء ويجيبوا لك كل شيء ايه تسوي نفسك تعبانه وتمثلين وش يجيبوا لك بعدين يجيبوا لك كل شيء كل شيء يجيبوا لك ايه والله انا ما اتحرك من سري من يعني السري حقي ايه بس انا اضرب على لابتوبي والله راف والله راف اصلا ما عمرها ضربتني طيب يلا خلينا نشوف اليوم ميران تتكلم عن الفراغ وش تسوي في وقت فراغ يلا يا ميران بعض الاحيان اروح العب ايه بعض الاحيان اقرا قران حلو بعض الاحيان اراجع واجباتي وبعض الاحيان اروح يعني اطقطق بالايباد حلو كذا اقعد اطقطق بالتحديات شوفي عشان اقلب واروح استفاد اروح اسوي مقلب مقالب بخوي لا انا ابغى مقالب بسالكم في وقت فراغكم بعدين بسالكم كيف تستغلوا وقت فراغكم خلاص؟ وانت يا خوله يلا يا خوله وقت الفراغ شو تسوين؟ نقرا قران حلو اسوي اختراعات زي مقالب نلعب بالايباد ندرس ايه ادرس اخوي ما شاء الله درس اخوك يزيد اقول له قل الف باء قل تاء طيب ساء ايه ما ابي اقول له حرف تقول عناد ما قلد البنات يعاندك هو يعني يقول ما قلد البنات ليش طيب يعني لو مثلا ابوي قال قل الف قل الف قل قل الف قل باء ما قلد البنات واما طيب امي قلد عشانها بنت يقول البنات ما قلدهم ما يقلدهم هذا حب هذا يزيد اخوها حب الرفيف اوه شلون؟ ذيك المرة يوم صغار اقولها لا لا ما اليوم البنات جايبين العيال كل واحد كب عشرة اقولها طيب خلنا نشوف اسمع يا خولة خلاص يا خولة خلنا نشوف فرات يلا يا فرات تفضلي بعدين علي يلا يزيد ورفيف يلا بسكت يلا نسمع فرات يلا يا فرات تفضل يلا يا فرات تفضلي وقت الفراغ كسر اذا لم تقطعه فقطعك يعني لازم احنا نقضي وقت فراغنا شيء يعني نستفيد منه يعني نقرا قران يعني ننمي مواهبنا يعني مثلا الرسم اي شيء يعني نستفيد منه أوكي. مثلا يعني انا اقدر ادرس بس في الايباد حلو اقدر انا ادرس اسمع فراش تقول كلام حلو مره يلا انا اقدر ادرس في الايباد يا ميران احمل يعني هذه كذا تجي لعبه قران حلو يعني يحطون لك الصوره تقول لك كذا صورة الكلام وانت يعني تقول هذه الصورة من اي يعني اسم القرآن وكذا تكون انت حافظ القرآن وبنفس الوقت تكون انت عارف يعني القرآن وبس انا يعني بوقت فراغي ما اسوي هذول كلهم اوكي اقلب الوقت اقلب البيت حرب شلون؟ انا وسعد ناخذ مسدسات سعد سعد ونروح نتخبى ونصعد فوق ننزل وماما يا ربي ماما دور ما تدري وين واللي اللي صاعد فوق الكبت واللي داخل في الكبت واللي فوق السرير كبك؟ وش كبك؟ واحد داخل في الكبك يعني؟ لا وش كبك؟ وش كبك هذا؟ انت تقولينه كبت كبت وش كبك يا ربي؟ كبت يعني دولاب 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 اوكي حلو طيب وقت فراغنا يعني نمي مواهبنا مثلا بالقران باي يعني نستفيد منها باستغفار
نسوي عمل يعني خيري مثلا، يعني بسوي يعني بقول لكم يعني كذا يعني شيء عن عمل الخيري. تعرفون انتم علب الجزم الله يكرمكم تغطونها وتغلفونها وتقصون اللي بالوسط وتحطون الفلوس لما يتملى تروحون توزعونها على الفقراء. اوكي ما شاء الله، هذا شيء مره جميل. رند ما تحب احد يقطعها، ولا لا تكلمت احد قطعتيهم يا رند. انا احيانا ترى يقطعوني، ليش يعني ما قطعهم زي ما قطعوا؟ ما لا المفروض احنا نسوي يكون احسن من اللي يعني قاطعنا، لا صرنا يعني احسن. احنا ما قاطعنا احد وقاطعنا ايه يا سلام. يلا يا رند، يعني في بعض الناس وقت فراغهم يعني قصدي مو احنا الحين نروح البرنامج والناس يشوفونا زي الا ايه يعني يكون كذا ما عندنا ما شاء الله وقت فراغ دايم كذا فلا يعني قصدك ما نطلع الا في وقت الفراغ يعني برنامج مهرجانات مثلا نروح احنا مهرجانات الناس يروحون. تحبين المهرجانات انت يا رند؟ ها؟ تحبين المهرجانات يعني؟ مهرجانات؟ ايه طيب يلا انا احبها. ممكن اللي الحين قاعد يصور يكتب هنا ليش انا ما احب انت؟ قل عشان هنا النور الاحمر يعني عارفه، قل عشان ها ما تحب، عشان ما يعني ما تحب التصوير مضايقتكم، استغفر الله يعني ما تتنفس كذا يزعلون عليك جمهورك يا رند. يعني ما تتخيل شوف مره ايه اللي قاعد تنظريني انتم الثنتين اللي الحين قاعد تنظروني ما راح اصور معاكم، ترى انا حافظه اشكال نقاباتكم هذه. بعد حافظه اشكال نقاباتهم؟ ايه. طيب خلينا نشوف مداخله ميرال. ميرال ايش عندك مداخله؟ يلا قولي. انا في المدرسه. ايه. يا اخي ما يصير خير؟ لا. بعد يدي. خلينا نسمع طيب، خلينا نسمع. انا لسه طول ما خلصت. اوكي خلينا نسمع يلا مداخله وترجع لك يلا. انا. في المدرسه تسحبني البنت كذا، واحده تقرصني والثانيه تسحب شعري. خلاص جبوني جيبوني كل شيء، المشكلة جيبوني كل شيء، هدايا كل شيء جيبوني، لكن فكوني. انتم تحبوني فكوني اكيد يا ميرال، لكن اهم شيء ايه لا تسوولي اذا بدت المدارس جوالي اللي فكوني. طيب بسالك ميرال لحظة، انت الحين اليوم انت شوفي ميرال، انت تعبتي بعد ما رند قالت لك في الحلقة اللي قبل صوتك مرة عالي، شوفي خليها تقول ما شاء الله، شكرا نظلتك الحين ما خرب الصوت عندك، خذي تاخذين غساله بعد قلت الحلقه. قلت يا اخي الحمد لله. قلت الحمد لله. طيب اليوم ما شاء الله انتم عاد صوتها واصل. تكلمتوا عن وقت الفراغ، والواجب علينا احنا كلنا في وقت فراغنا نستغله بالقراءه، بالكتابه، بالدروس اللي يعطونا اياها المعلمات، بالواجبات وحل الواجبات، مثل ما قالت رند نستغله مثلا في البرامج، نستغله مثلا في ندرس اخواننا. وبرضه مثل ما قالت جوانا ايش قلتي انت؟ نستغلها في ايش كمان؟ تساعد اخوها بالدراسه. تساعدين اخوك بالدراسه؟ تدرس تلعب بشبسه اخوها. خلونا نشوف ايش تقول، يلا خليها تتذكر. انا بقول شيء. ايه. والله احيانا انا اذا اخوي قام الصباح يعني كلهم رايحين مدرسه، اليوم انا غايبه. ايوه. ايه قاعد معي اخوي الكبير. ايه انا قعدت وقاعد ناظر حلو افلام كرتون، وفجاه نايم. حطيت هنا شباصة وهنا خليت شكلك انه بنت. يا سلام عليك. طيب اليوم ما شاء الله انتم قاعد تقولون كلام كثير عن وقت الفراغ وعن موضوع الفراغ. نروح الفاصل ورجع لكم بعد الفاصل، نكمل احنا وياكم، خليكم معنا.